يا اهلا بكم متابعي قناة ارابيك تريلر. هنتكلم النهاردة عن مسلسل الحب والكوميديا واللي بعنوان لما كنا صغيرين. لكن قبل ما نبدأ، لو لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ المسلسل مع يانج شي وبتكون متحمسة جدا وبتتفرج على مسابقة الأولمبياد في الجري، بما انها عندها موهبة زي دي، وبتنصح والدتها انها تبدأ تمارس الرياضة والجري، ولو قدرت تحقق الرقم القياسي وسجلت 5 كيلو في اقل من 20 دقيقة هتكافئها وتديها هدية بتحلم بيها. وبتتحمس اكتر وبتبذل مجهود، وبيتابعها ابن عمتها وبيكون متربي معاها واللي اسمه ليو، وبتقعد وتريح وبيستغرب من اللي بتعمله، وبتعرفه انها بكده هتقدر تخلي والدتها تجيب لها العجلة اللي بتحلم بيها طول عمرها، وبيعرفها انها فعلا حققت الرقم القياسي، وبيشيلها على ظهره وبيرجع بيها للمنزل. وعلى العشاء بتحاول تلفت انتباه مامتها على اللي عملته، وما بتاخدش بالها من حاجة، حتى والدها بينشغل باللي بيقراه وما بيدهاش حتى اي اهتمام. يا والدي ركز معايا كده شوية، ولا حياة لمن تنادي. وبتتعصب وبتقوم تصب لهم الشاي، وبتلاقي ظرف قدامها وبتتفاجئ ان فيه فلوس، وبيطلعوا عاملين حسابها ومجهزين لها الهدية بتاعتها. حتى ليو يعرفها انه قال لهم على الانجاز بتاعها من ساعة ما وصلوا للمنزل، وبتفرح جدا وما بتصدقش انها خلاص هتشتري العجلة اللي هي عاوزاها، وبيطلبوا منها انها تجيب هدية لعيد ميلاد ليو، ومش بتدي لهم اي انتباه، وبيلاحظها ليه وبيتأثر وبيقوم وما بياكلش اي حاجة. حتى والدتها تحاول تنصحها انه زي اخوها ولازم تهتم بيه اكتر من كده، وهي ولا هنا، يلا يا بنت اطلعي صالح الواد. وبتطلع اوضتها وبتعرفها والدتها ان ليه حساس جدا ومشاعره فياضة، مش بس كده ده بيفقد شهيته للأكل لو حس بأي زعل، مش زي ناس تقضيها شوكولاتة وتقول أصل احنا مكتئبين ما علينا ومفيش فايدة في يانج، وبتتجاهل كلام مامتها، هو أنا خلفته ونسيته وحاجة زي كده. لكن بعد فترة بترنله الجرس وبيشد السبت، وبيلاقي ورقة كاتبها له إنه لازم يتعشى ويقابلها بكرة الساعة 7، وإنه لازم يبطل لعب العيال اللي بيعملوا ده، وبيفرح جدا. وتاني يوم بياخدها وراه مع باقي زمايله، وبيوصلوا محل العجل وبتشتري العجلة اللي بتحلم بيها براحة يا جدع، وبتحاول تتخيل المنظر وجماله، وبتاخد لها صورتين ثلاثة معاها بكذا وضع فل قوي كده. ومش هنخلص بقى من ألبوم الصور والذكريات ده، وفي آخر لقطة ما كانتش تعرف ان في حرامي وراها، وبتنشغل بالكاميرا واحد اتنين تلاتة، ايه يا جماعة شكل وحش، وبتلف وما بتلاقيش العجلة، وبيلاقوا الحرامي وبيفضلوا يجروا وراه، لكن ما كانش يعرف انها عداءة وبتلحقه، بس كان مصمم يسرقها منها. وبيوصلوا للمدرسة واللي كانت مقفولة، في نفس الوقت كان في شاب بيعمل تجارب في معمل المدرسة من غير علم اي حد، وبيلاحظهم وبينشغل باللي بيحصل، والتجربة بتبوظ ولسه يانج مشغولة بالحرامي، وبتشده من شعره والمعمل بيولع، وفجأة بينفجر حتى الحرامي بيخبط بالعجلة وإزاز بيطير وحتة كده سلو موشن وحركة بطيئة، وبتقع يانج وبتتصب بالإزاز اللي كان طاير، وبيشيلوها بسرعة للمستشفى، وبيهرب الحرامي بالعجلة، وبقت حياتها صعبة قاعدة في البيت على طول بسبب الإصابة وعلاجاته مية. وبالصدفة بتلاقي خبر في الجريدة للي حصل في المدرسة، ونفسها تعرف الشاب اللي كان السبب في الإزاز اللي اتكسر وأثر عليها بالمنظر ده. وبعد فترة بيكون ليو بيستعد لاستقبال والدته اللي غايبة عنه بقالها فترة، وبيحضر الأكل قبل ما تيجي. في نفس الوقت بتوصل مكالمة وبترد يانج، وبتعرف إن والدة ليه بتعتذر عن معادها بسبب إنها لسه مشغولة، وبتطلع له وبتعرفه اللي حصل، وأول ما شافت منظر الأكل ما بتقدرش تمسك نفسها، وليه متأثر، ودي كل اللي فارق معاها إنها تدوق الأكل بس. اتفضلي يا هانم، بنات آخر زمن. لا يا عم أنا هدوق بس، واضح فعلا. وبيلاقي الباب بيخبط وبيفتح وبيتصدم إنها يانج مي زميلتها واللي كانت معجبة برضه بليه، وبتطلع يانج هي اللي عاملة كل ده وعزمها عشان تقربهم من بعض، وبيتعصب أكتر وبيسيبهم ويمشي. وبتقعد مع يانج وبتحاول تساعدها بأي طريقة، وأول ما نزلت بتشوف عجلة ليه وبتنيمها له شوية، وتاني يوم بيلاقي العجلة نايمة، وبتعرفه يانج إنها هتطلب المساعدة من مي، وبيتردد ليه وبيضطر إنه يشيلها على ظهره لحد المدرسة، وبيبدأ عام دراسي جديد والكل بيرجع. وأول ما دخلوا الفصل بيلاحظوا صورة يانج اللي كانت متصوراها مع العجلة، وبيتنمروا عليها وهي بتحاول تاخدها منهم بالعافية وما بتعرفش بسبب رجليها اللي تعباها. وفجأة بيدخل مدير المدرسة والكل بيرجع لمكانه، وبيتعصب على يانج بما انها رئيسة الفصل ومفروض تكون قدوة وحدوة ليهم،
مش بس كده، ده يعرفها انها ما تستحقش تكون في المنصب ده بما ان درجاتها زي الزفت، ومفروض ليو احق منها بالمنصب ده، وزمايله يعترضوا بما انه مش ذكي ورياضي زيها، وبيسكتهم بالعافيه وبيوصل الطالب الجديد اللي هينضم ليهم، وحاجه كده زي شعاع من كتر الحلاوه بالنسبه لهم، وبروتين شعر المتثبت بجل هيركود، وبقت يانج في وادي تاني وبتسرح بخيالها، وبيدخل هيو وبيلاقي صورتها واقعه على الارض وبيشوفها وبيضحك عليها لمؤاخذه يا معلم، وبتاخدها منه لكن بيضطر يقعد جنبها وبيخليها تشيل رجليها اللي حطها في وش الكل، واول ما قعد بتتعرف عليه وما تصدقش نفسها، حتى تغيظ ليه انه وسيم جدا عنه، وبتلاحظوا انه شايل انبوبه حديد واللي وقعت منه بالغلط. ده انت عنيف قوي على كده، براحتك يا سيدي الناس. وبعد الحصه ما خلصت بيفضلوا مراقبينه في كل تصرفاته، مش عارف ده بيشرب ولا بيستحمى، وبيدخل واحد من زمايلهم وبيبتكر قصه عنه وبيعرفهم انه زعيم عصابه وقدر بضربه واحده يكون له 20 30 واحد، وبيطلع بيقول لهم اي كلام في اي كلام، وبيعرفوا انه هو الطالب اللي اتفصل قبل كده من المدرسه بسبب المعمل اللي بوظه. مش بس كده، ده كان السبب في إصابة يانج بالإزاز قبل كده، وبتتعصب يانج أكتر. ثواني كده، ممكن مساحة لو سمحتوا، وحتة كده فليتضخم الوحش، وبتروح له وبتأنبه وبتتنرفز عليه أكتر وبتسيبه وتمشي، لكن بيروح وراها بسرعة وبيقرر يشيلها هو على ظهره عشان يوديها العيادة بتاعة المدرسة وعشان تغير على الجرح اللي في رجليها. وأول ما وصلت بتتعامل معها الطبيبة وبتنظف لها الجرح وبتتألم أكتر، وبيواسيها هيو وبيديها كمان دراعه عشان تعض فيه وكأنها بتولد. أنا اللي جبته لنفسي يا ناس. لكن بيعرف بعدها ان يانج مش هتقدر تمارس رياضه الجري تاني طول ما عندها اصابه بالمنظر ده، ولسه يانج متاثره بعد ما عرفت انها صعب تشارك في اي مسابقه بما انه كان حلمها عشان تدخل الكليه اللي هي عاوزاها بالسكور اللي هتجيبه، وبيحاول ليه وزمايله يشجعوها اكتر، وفي النهايه بيوصل لها هيو وبتخاف منه تاني ليشيلها بنفس المنظر، وبتتصدم انه بينصحها انها لازم تسمع كلامهم وتحافظ على صحتها وتستعد كمان للايام اللي جايه. وانتهى فيلمنا النهارده. انا محمود عصمت، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت، وشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت واستنونا في فيديو جديد. يلا باي.